شكرا. ما أدري الإخوة معنا ولا دعب النعاس أجفانهم، ولهذا سأسأل سؤالا وسأضع جائزة لمن يجيب عليه حتى أرى المتابعة من ونكتشف بالذات اللي كانوا في الصفوف الخلفية ممن يداعب النوم أجفانهم. تحدثنا عن بعض الخصائص للشريعة والحضارة الإسلامية، فهل لا تفضلت بذكر ثلاثة منها؟ أذكر ثلاثة من خصائص حضارتنا الإسلامية. نعم تفضل. Oh, so I don't have to translate that, but I guess for the sake of the rest, the Sheikh, I mean, has a very high sense of humor. He said he doesn't want to lose his audience, and he wanted to make sure that nobody actually went for a sound sleep. And he is asking that he talked about the characteristics of this civilization. Can anybody tell him about three characteristics of the ones that he said? Shukran. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ismuk al-Kareem. Mujahid Khawaja Muhammad Ahmed. أهلاً وسهلاً. من أي البلاد؟ من السودان. ما شاء الله. يمكن يعني يحابيك اللي يقدم. جزاك الله خير على هذه المحاضرة فضيلة الشيخ. ذكرت أن الحضارة الإسلامية أخلاقية وقيمية لا تنفصل عن السجائر السليمة. جميل. ذكرت أن العموم والشمول في الحضارة الإسلامية. جميل. حقي ثالث. الثبات والمرونة. عظيم. إيش معنى الثبات والمرونة؟ الثبات في الأصول، أصل العقيدة. جميل. والمرونة في الفروع. يعني لك أن تقول الأصالة والمعاصرة. نعم نعم. أحسن. جزاكم الله. تشكر وإن شاء الله سنخبرك بالجائزة فيما بعد. إن شاء الله. شكرا. آخر يريد يعطينا ثلاثة أخرى. عددنا غير السودانيين لا شك أنهم متميزون. من إخواننا في ماليزيا حتى يعني نرى كيني. طيب ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أنا شهيد الحق من بنغلاديش. ما شاء الله. إني لا كيف أقول؟ أنت شهيد، فكيف أنت موجود؟ شهيد بمعنى إني إن شاء الله شاهد. أكون شاهداً. شاهداً. نعم. مبشراً نعم ونذيراً. إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. قلت أولاً الثقافة الحضارة الإسلامية. عظيم. تكون الحضارة الربانية. يكون على الشرع الرباني، الأحكام. جميل. الذي جاء من الرب الكريم. وبعد أنك ذكرت أن هذه الحضارة تكون الحضارة الإنسانية. عظيم. المرأة والرجال كلهم يتبعون. نعم. وإنهم لهم لكلهم مكانة خاصة. الحضارة الإنسانية. عظيم. وذكرت أن الحضارة تكون على قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا غير. لا نتبع أي رجل من قبل أو بعد. علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. الحقيقة أنني لا أكتم إعجابي بالحضور، وأنه نخبة وكوكبة من المتألقين والمتميزين، وهذا يسهل علي المحاضرة لأنني أمام مثقفين ورجال وأخوات كلهم معنيين بهذا الموضوع المهم. لعلي أدلف بعد ذلك إلى أهم الملامح التي جاءت بها حضارتنا الإسلامية، يعني بعد الخصائص مركز على شيء من الملامح أو المعالم المهمة. من أهم هذه الملامح أنها حضارة قامت على العلم، قامت على العلم بخلاف بعض الحضارات الأخرى التي عادت العلم وحاربت الاكتشافات والاختراعات وتقوقعت وانزوت في أماكن وفي أيام محدودة، ترى أنها تؤدي شيئا من رسالتها. والحقيقة أن رسالتنا هي رسالة العلم، ولم تعرف حضارة احتفت
بشأن العلم كحضارتنا الإسلامية المجيدة، ولغروف النصوص من القرآن ومن السنة وأيضاً من الآثار ومن اجتهادات وحرص علماء هذه الحضارة الإسلامية الكبيرة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا الحاضر، لا شك أن هذا يغني عن الإفاضة في مثل هذا الأمر المهم. ففز بعلم تحيا به أبداً، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وليس لهم حتى النشور نشور، وإن امرؤ لم يحيَ بالعلم ميت وأجسادهم قبل القبور قبور. الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ثانياً من ملامح هذه الحضارة أنها حضارة الخير، الخير للغير، لا تعرف الشر لا للإنسان ولا لغيره، لا للمسلم ولا لغير المسلم، تحرص أن تبث الخير في كل مجال من مجالاته ولكل فرد من الأفراد. كذلك من ملامحها الحكمة، والحكمة بمعناها الواسع المتعدد، إما السنة، إما وضع الأمور في مواضعها، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، جاء بها الصغير، جاء بها الكبير، جاء بها المأمور، جاء بها الأمير، جاء بها المسلم غير المسلم، كل حكمة فيها خير وفيها نفع للمسلمين فإننا نأخذه. أيضاً رابعاً المصلحة، حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، أعني جاءت هذه الشريعة بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. خامساً من الملامح العدل، العدل مع الصديق، مع العدو، مع المحب، مع المبغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. إذن العدل حتى مع غير المسلمين، نحن أمة جاءت بالعدل، حكمنا فكان العدل فينا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، ولا عجب هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. الحرية، سادس هذه الملامح الحرية، جاءت الشريعة بحرية الرأي وحرية التعبير، لكنها ليست حرية الفوضى، ليست حرية الفوضى، بمعنى أن الإنسان يقدر رأيه ويقدر كلامه ويعرف أثر كلامه، فإن ترتب عليه مصلحة فهو مطلوب، وإن ترتب عليه مفسدة أو ضرر فهو مرفوض. ولهذا جاءت الحرية بضوابطها الشرعية حرية الفكر، لكنها ليست حرية الكفر، بمعنى أن الإنسان يطعن في الديانة وينال من الملة ويتحرر من الثوابت ويسب الله عز وجل حاشا لله سبحانه وتعالى وتقدس، أو ينال من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الحرية. هذا انفلات من القيم والمبادئ والخلق وفوضى في الرأي والتصور والإدراك، وليس من الحرية في شيء. كذلك أعطيك فرصة. نعم أحسن. طيب. Now, after he finished enlightening us on the principles upon which the civilization of the Islamic civilization is based upon, he started actually to tell us the different manifestations, the different ways that this civilization has manifested itself. And he said the fairest of these is that this civilization is based on knowledge. And
this can be seen from the different texts from the Quran and different texts from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and all these texts actually give us a very clear idea that this civilization highly regard knowledge, and knowledge is being the most important pillar of this civilization. The second thing is that this civilization is meant to bring goodness for whole humanity, goodness for those who are near to us and for those who are far away from us. And the third one is that this civilization also cherishes wisdom. And wisdom is a very important thing. And here, wisdom is understood in its wider perspective, whether this wisdom has been manifested in the sayings and the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or wisdom that has been manifested in different words and different anecdotes by different people. And Muslims actually are duty bound to seek for wisdom, whether this is coming from a Muslim or coming from a non-Muslim. And number four, this civilization also is meant to bring benefits to humanity and to repel harm. And benefit also for humanity is not meant, benefit also is not meant only for Muslims, but rather for Muslims and non-Muslims as well. And repelling harm is also a very essential principle upon which the Sharia is based. And number five, it is also a civilization that is based on justice. And justice is a very important principle, as well as a way in which the civilization conducted itself in the different rulings that this Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala stipulates. And the different aspects of this Sharia also is equally based on the very important concept of justice. And number six, it is also based on freedom. And here the Sheikh is telling us that we've got to make a distinction between freedom and anarchy. While Islam cherishes freedom as a very important value, and it has been manifested in the history of Islam and the history of Islamic civilization, the way Muslims conducted themselves, but Muslims were not actually tolerating anarchy and were not tolerating atheism. They would allow human beings actually to speak up their mind with all respect for others, and they would not at all cherish any kind of foul speaking about others. When you are speaking about others, there should be kind of respect, mutual respect between people.